النائب ميشيل عون يشن هجوما على القضاء على خلفية إخراجات بلدتي المتين وبتغرين. على غير عادة، لم يشأ رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون التحدث في السياسة مستعيضا عن كل الملفات السياسية الشائكة بالحديث في قضايا إنمائية متنية ومتنية فقط، من البولفار الدائري إلى طريق النقاش الرابي فطريق المتن السريع وجسر جل الديب إلى تحديد إخراجات بلدتي المتين وبتغرين. قضية نبشها عون منذ العام 1934 ليشن هجومه على القضاء. سنة 1934 طلع مراسيم حددت خراجات بلدة المتين وبلدة تغرين. في ليلة ظلماء 1978 وزير الداخلية في حينه يعمل قرار صلخ شقفة من المتين، من خراج المتين، ووضعها في خراج تغرين. القصة صار بالقضاء 34 سنة ولم يبت بها. القضاء المتأخر ليس بقضاء. القاضي ما بيقدر يحكم يتنحى. ناس بيقولوا لي القضاء عم ينضغط عليه. عيب بالقضاء ينضغط عليه. لا أنا عم بحكي قدامكم، لأن أنا ما بروح لعند قاضي بالسر بمثله زبط لي هالدعوة. عون لم يفسح في المجال أمام الصحفيين لطرح أسئلتهم وغادر المنصة فوراً.